السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض برنامج اسمه لوجاريزم شيكر. ده بيفحص البحث بتاعك قبل ما تبعته للدار النشر بحيث تتأكد هل في نسبة اكتباس قد ايه. هتاخد الكلام تقول له كوبي بيست في الاونلاين لوجاريزم وتبدأ تحط الكلام وتقول له اناليسيس او تقول له لود كومنت وتبدأ تديله الملف. هو بيبقى الملفات بالامتداد الDOC الوورد والHTML والXD والPDF والRTF، يعني بيبقى كل امتدادات النصوص تقريبا. دلوقتي هتختار اوتو وتقول له اناليسيس فهو يبدأ يشوف في نسبة اقتباس قد ايه، ولما يكون في نسبة اقتباس كبيرة بيبدأ يديها لون احمر. هو دلوقتي بيبدأ يفحص بياخد الكلام دوت بيقسمه ويبدأ يشوف المقالات. اللون الاحمر ده معناه ان كده ده فيه اقتباس واللون الاخضر مفيش اقتباس. الشكل دوت وبعد كده تدخل تستغرب فيبدا يقول لك نسبة الاقتباس بتحتاج قد ايه. طبعا بالشكل دوت ده غير مقبول لان تقريبا النقطة 18% بس، 18% بس اللي جديد والباقي كله منقول من مكان تاني. تمام، فدي كده انت عارف البحث غير معمول. تقدر تسيب الريبورت، تمام، والافضل ما تسيبوش، افضل تسيب البحث في البحث تاني يعني. تمام، وتقدر تحدد اللغه بتاعتك هتبقى ايه، اللانجوج هنا بحيث ان هو يفحص اللغه دي. وتقدر تخش في الاوبشن تقدر تشوف الكرر مثلا الفحص البراوز عايز تستخدم انهي براوز والكلر هايلايت دي كلر للكلام بحيث تعرف فين الكلام اللي معمول له اقتباس.